اهلا بيكم معايا من الفاصل. زي ما انتم شايفين معايا شهد. ازيك يا شهد؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كويس. قولي انت عندك كام سنه؟ 9 سنين. تحبي تتفرجي على سفره؟ تحبي تتفرجي على الحلو اكتر ولا على الحادق اكتر؟ الاثنين. الاثنين. وايه اكتر حاجه بتحبي تعمليها؟ التورته. التورته. طب ايه رايك نعمل النهارده تورته؟ تيجي نعمل تورته؟ اوكي. تعرفي ايه كيكه البسيمه؟ لا. كيكه البسيمه دي عباره عن بيبقى فيها جوزهن كتير قوي، تبقى طعمها هي كيكه بس فيها جوزهن طعمه عالي، بس احنا هنزود فيها كمان برتقال. اوكي نعملها سوا. ماشي. ونزينها كمان معايا شويه زينه كده، حاجات حلوه كده ممكن نحطها. ماشي اوكي. احنا دلوقتي هنعمل كيكه البسيمه وهقول لكم على المقادير. احنا معانا لكيكه البسيمه اللي بالبرتقال كوبايه لبن طازه بالقشطه، اللي هو اللبن الطازه اللي بالقشطه على الوش، او معانا كوبايه واحده كريمه لباني، معانا كوبايه ونص سكر، 5 معالق كبار بشر برتقال، كوبايتين جوز هند مبشور، كوبايتين دقيق، 4 بيضات، باكو بيكنج باودر، فانيليا، ورشه ملح. للزينه بقى نص كوبايه عصير برتقال و3 كوبايات سكر بودره. ده مش لازم بس ده ايه حاجه حسب الرغبه، وده انا هخلي شهد دلوقتي تقلبه. بصي يا شهد انا هديكي انت السكر البودره اهو، نحطه هنا، والسكر ده مطحون، ده يعني اللي مش لاقي سكر بودره هيجيب السكر يطحنه ناعم جدا. نحط معاه عصير البرتقال وقلبي كده، قلبيه كويس. وانا هحط هنا عشان نعمل كيكه البسيمه بقى، هي شهد بتعمل الصوص اللي هنحطه على الوش. لكيكه البسيمه نفسها هنحط البيض، السكر، الفانيليا، بشر البرتقال، الكريمه، دي كريمه لباني او اللبن بقشطته اللي على الوش، البيكنج باودر هنحطه على الدقيق. تمام اهو. نقلب الاول بقى الحاجات السايله مع بعض، ما ننساش نحط رشه الملح. برافو عليكي، برافو. حطي بقى، بصي هحطلك كده السكر البودره اهو، انا عايزاكي بالمعلقه تحطي لغايه ما يبقى عامل زي الكريمه كده. ايه رايك؟ يلا هنجرب كمان نشوف سكر بودره ده ينفع ولا لا. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ خلاص انا حطيت الايه الحاجات السايله، هحط بقى الجوز الهند في الحاجات السايله عشان بيطرى كده مع الحاجات السايله. ريحه البرتقال مع جوز الهند تحفه فظيعه. شمي كده، شمي، حلوه قوي صح، رهيبه. ونحط اخر حاجه الدقيق اللي بالبيكنج باودر، نحط كده. معانا سماح. الو. ايوه يا سماح، ازيك؟ الحمد لله. ازيك يا سالي، عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله والله بخير، كله تمام بفضل الله ثم انت يعني يا حبيبتي. ربنا يعزك. اتفضلي. عندي ليكي بس 3 اسئله. اتفضلي. اول سؤال هو بصي، احنا انا وزوجي يعني خسينا على 10 نصايح بتوعك كتير جدا. أيوة. طبعا من سماح من اسكندريه اللي احنا خسيت 100 كيلو. ايوه. بس دلوقتي هو بيلعب في الجيم، فالكابتن اللي في الجيم مديله كده يعني نظام غذائي ان هو يمشي عليه عشان العضلات. بس انا بصراحه شاكه فيه، فانا حبيت ان انا استشيرك فيه. طب قولي لي. تمام. هو المفروض ان هو قال اول ما فتح عينيه تاكل مستين وتشرب نص لتر ميه. وبعديها يفطر بقى اللي هم 4 أو 5 معالق شوفان. معاها لبن ومعاها 4 بيضات. ومعلقه عسل كبيره. 4 بيضات لوحدهم مع الشوفان يعني كوجبه؟ كوجبه. ده الفطار بتاعه. وبعديها مثلا لو راح الجيم الصبح بعد الفجر بيرجع بقى ياكل بقى 300 جرام رز او مكرونه، ومعاهم سلطه، ومعاهم 250 جرام بروتين. اوكي. وبعديها ب3 ساعات بياكل فروت سلط او جبنه قريش، وبعديها بساعة يشرب كوباية شاي أخضر، وبعديها ياكل نفس الوجبة اللي بعد التمرين اللي هي 300 جرام رز و250 جرام
بروتين ومعاها سلطه. اوكي. بس والغدا بقى اللي هو الغدا الطبيعي بقى اللي احنا بناكله اللي هو الاكل بتاعك بقى اللي هو ما شاء الله اكل بصراحة. كتير قوي ماشي. فانا بصراحه مستغربه ومستعجبه و لا حاضر يعني حاسه ان في حاجه غلط. حاضر. هل ده صح ولا غلط؟ حاضر. وحاجه تانية عايزه اسالك عليها الصويا صوص، لو هو بياكل كل اكله من غير ملح بس انا بتبل الفراخ بالصويا صوص، فهل ده الصويا صوص اصلا فيها يعني سعرات حراريه كتير علينا ولا لا؟ طيب حاضر حاضر. مبدئيا الصويا صوص ملوش سعرات خالص، ملوش سعرات، هو بس فكرته انه ملح عالي. صويا صوص ملحه عالي فبيختزن بس ميه في الجسم شويه لو زودنا منه. طيب بصي، انا ما اقدرش اعدل على دكتور تاني ولا على حد تاني بيدي نظام غذائي، انا اقدر اقول النظام بتاعي بس ما اقدرش اعدل على حد تاني. طبعا كل هو ادرى طبعا بال مسؤول الجيم اللي هو بيروح له او الترينر اللي بيروح له، لان بيقيس الكتلة العضلية بتاعته، بيقيس كتلة الدهون، بيقيس حاجات كتير جدا بيقيسها، فبيقدر هو يحدد هو محتاج ايه او مش محتاج ايه، فما اقدرش اتدخل فيها. لكن اللي انا بنصح بيه دايما قبل الرياضة نشرب عصير او ناكل فاكهية، وبعد الرياضة ناخد بروتين، لان الجسم قبل الرياضة بيحتاج النشويات عشان يعرف يعمل رياضة، وبعد الرياضة بيحتاج البروتين عشان يبني العضلات. فهي دي الفكرة، ده اللي بنصح بيه. غير كده عادي بقى طول اليوم العشر نصايح ده بالنسبة للرياضة. تسلم ايدك، تحفة تحفة. بس انتي ممكن تزودي شوية من سكر بودرة كمان. انا عملت ايه؟ انا حطيت الخلطة دلوقتي في القالب الفاتح، زي ما قلنا دايما في قالب فاتح يكون مدهون، هدخله على 180 الفرن. خلاص على 180 الفرن لغاية ما يستوي معانا. انا قلبت المستوية قدامكم. هنعمل ايه بقى دلوقتي مع شهد؟ تسلم ايدك يا شهد، جميله جدا جدا. انا هاخد بس الصوص ده، وطبعا السكر البودره اللي معمول البيتي برده مختلف شويه كقوام، شايفين يعني في ترميله شويه. لاحظتوا اكيد برده في حلقه كيكات الشوكولاته اللي انا عملتها ان برده كريمه الزبده كان فيها ترميله شويه، ده كان سببه سكر بودره انه معمول بيتي مش الجاهز. البيتي برده بيبقى مختلف عن الجاهز. ايه رايك يا شهد؟ حلو. كله تمام؟ حلو؟ اه. بصي بننزل بقى كده بيدينا طعم. اللي عايز يشرب الكيكه يشربها وهي سخنه، يعني اول ما تخرج من الفرن بنروح ممكن نحط عليها عصير برتقال بيبقى برده طعمها حلو جدا جدا. خلاص اهو بننزل كده وبعدين بنروح مزينين. تعرفوا انا كنت عايزه اوريكم بس حته من جوه، محتاجه تظبطوني في الوقت من ناحيه ان لسه ما ضربتش الشوربه ولسه ما حطيتش الايه. طيب بصوا بقى، انا هفتح دي كده عشان عايزه اوريكم بس قبل ما نزين هي شكلها عامل ازاي من جوه. شايفين كلها جوز هند وبرتقال، فظيعه. للي عايز يطريها وهي سخنه من الفرن يتحط عليها عصير برتقال ساقع بس كده. ندخلها بقى جوه تاني ونزين. ايه رايك بقى؟ بصي احنا عندنا ايه؟ عندنا دول. ايه رايك لو دول نحطهم كده حوالين داير؟ تعرفي تحطيهم حوالين داير كده؟ يعني واحده، بصي واحده فوق التانيه كده ولفي. يلا هضرب انا بقى الشوربه و نحط الحمص بس الاول. حمص اهو نحطه مع اللحمه، ريحه اللحمه تجنن، تحفه تحفه. مهم جدا للاطفال اللحمه عشان النمو. قولي لي يا شهد بتحبي اللحمه ولا لا؟ اه بحبها. بتحبيها؟ طب كويس. بتحبيها عامله ازاي؟ المكعبات كده مثلا ولا بتحبيها لحمه مفرومه مع الصوص؟ بتحبيها ايه؟ لحمه مفرومه مع الصوص. بتحبيها لحمه مفرومه مع الصوص. اوكي طيب انا هضرب دي وناخد زينب. الو. ايوه. ازيك يا شيف سالي؟ تسلمي ليكي على كل الحاجات الحلوه بتعملها لنا والله. تسلمي لي يا رب، تسلمي لي الف شكر. الله يخليكي. انا بس عايزه من حضرتك تديني الصوص حتى على النودلز او الاندومي، عشان قالوا لي الصوص الجاهز مش كويس. اه عايزه تعملي، اصل في صوصات كتير، خلي بالك اللي هو النودلز الجاهزه دي بيتعمل لها صوص بيبقى مكون من ماده معينه رافعه في الطعم، فهي مش يعتبر صوص، هو ماده معينه رافعه طعم اللي هو الملح الصيني. فانتي تقدري تعملي صوصات كتير، معلقه زيت زيتون عليها توم مفروم عليها زعتر روزماري، عملتي كده صوص.
عايزه تعملي له صوص اتجاه تاني مثلا، في حاجات بتتعمل بالكاري. هي بس شويه معلقه زيت زيتون عليها معلقه ثوم مفروم ممكن صغيره، وتخففي بمرقه بيتي، وتحطي النكهه اللي انت عايزاها بقى. هتحوليه تقدري تعملي صوص حلو قوي للنودلز بيتي. بصوا انا ضربت اهو تمام. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ تسلم ايدك يا شهد بجد تحفه. هحط بقى الساور كريم اهو، اخر حاجه بحطها الساور كريم اضافيه، للي مش لاقي يحط معلقتين من كريمه اللباني. ليه؟ علشان الكريمه اللباني برضو محتاجين حاجه فيها دسم شويه صغيرين، بس مش عايزين خالص بلاش. احنا حاطين في الاول زيت الزيتون وايه والزبده تقليبه، وهقدم دلوقتي حالا. تسلم ايدك تحفه، حلو جدا. بس انا حاسه في الطرف في واحده هتقع، صح؟ حطيها بقى اظبطيها، وانا هغرف هنا. قولي لي عندك بقى اخوات؟ اه عندي اخ. عندك اخ؟ عنده كام سنه؟ 6. 6 سنين، اصغر منك. بياخد حاجتك ويلعب بيها؟ ولا مؤدب كده ومش شقي؟ ساعات بياخدها. ساعات بياخدها؟ بيلعب كرة في البيت؟ اه. بيلعب وبيكسر لك حاجتك؟ ولا بيكسر البيت كله؟ لا، يعني ساعات بيكسر ساعات بيكسر اللمض. اوبا، مامي يعني بيخبطها. ولا بتقعد تجري وراه؟ لا، بس هو برضه لازم يلعب. مفيش فايده. ما شاء الله، انا مش عارفه الولاد ما شاء الله، يعني هم بيكبروا كده عن السن ال 30 تقريبا، يعني يا دوبك. السن ال 30 يبتدوا الولاد كده تحسوا ان هم ايه بقوا يعني عاقلين شويه، غير كده قبلها بيبقوا كده اشقية. طيب نحط كده الشوربه هنا. اما البنات بقى بيكبروا بقى عند السن الكام تعرفي؟ بالظبط كده، والله برافو عليك يا شريف. من سن سنة بنات امارات عسل، تتكلم معاهم فاهمين، يحاوروك في كل حاجة، يتكلموا عن كل حاجة، يعني حضانة تسألهم عن حضانة، تسألهم بصوا من اول السنة طبعا مش هيتكلموا عن الحضانة، بس يعني تحسوا ان هم بيبقوا فاهمين وبيعرفوا ان هم يتكلموا عن كل حاجة. احنا دي مثلا ممكن نحط بقى الحته المقطوعه دي ما نطلعها، ولا ايه رايك يا شريف؟ انت كده عندك حته فنيه برضو، ولا نخليها تحت؟ طب نعمل كده، ايه رايك؟ حطي الثلاث فراولات دول جنب بعض هنا بقى. يلا على ما اغرف انا اللحمه اللي ريحتها رهيبه دي. حط اللحمه، وهي دسم قليل وتنفع ل10 نصايح جدا على فكره. بس قبلها طبعا سلطه وشوربه كده كويس. الشوربه دي بقى مشبعه جدا. حلو جدا، تسلم ايدك. بصي شكلهم يجنن. طبعا كان ممكن نحط جوز هند برده، بس ايه انا قلت بقى المره دي عشان ايه ما يبقاش كل حاجه دايما بالجوز هند، نحطها كده. مش احلى كده؟ اه. انت ايه رايك؟ طيب ايه رايك بقى تعالي رشيلي على الشوربه شويه من البصل الاخضر. تعالي شويه صغننين. يا سلام، ربنا يخليك يا شريف. والله بجد، والله ربنا يخليك يا رب بجد. شفتوا بقى الشريف زود لي 3 دقايق. تسلم لي يا رب، مش نعرف نزوق كده براحتنا. ايه رايك يا شهد؟ حلو. بتحبي تزوقي؟ اه. زوقي الطبق كله بقى بالبصل الاخضر، ايه رايك؟ يس. يلا انا عايزه ادوقك على فكره الكيكه، بس بعد ما نصورها وكده تدوقي منها، ايه رايك؟ تدوقي؟ ماشي. السؤال بقى المعتاد المهم جدا لازم اساله، بتاخدي ايه معاكي المدرسه للاكل؟ ساعات سندوتشات جبنه. ايوه. وايام مربى. سندوتشات الجبنه دي العيش بيتي ولا بتشتروا العيش من بره؟ لا، من بره. طب مامي خليها بقى تجرب العيش. انت عارفه انا عملت حلقه قبل كده عباره عن ايه؟ عباره عن ازاي نعمل مع بعض في البيت العيش اللي هو المغذي للمدرسه. ايه رايك؟ خلي مامي تجربها، بيبقى طعمه حلو جدا جدا لما يتعمل في البيت، بيبقى فظيع. نرش هنا بقى برضو البقدونس. طب قولي لي يا شهد، ايه الحاجه الحادقه اللي بتحبيها؟ وانت بتحبي بس حلويات؟ لا، مش إيه؟
ايه الحاجة الحادقة اللي بتحبيها؟ يعني مفيش حاجة حادقة ابقى بحبها قوي يعني. بتحبيش حاجة حادقة بجد؟ لا اكيد بتحبي. بتحبي مثلا، انا سهلها لك، بتحبي البيتزا؟ اه. شفتي بقى، شفتي، بتحبي مكرونة السباجيتي؟ اه. طيب بتحبي الهمبرجر؟ اه. طيب الله، ده انت شكلك بتحبي كله اهو. امال بقى، امال بقى، ها؟ تعالي نحط بقى الفن الرهيب اللي انت عملتيه هنا ده، نحطه كده قدام. ده انت ما شاء الله بجد زوقتي الطبق كله. تسلم ايدك. حلو كده، نحط بقى. اه ده احنا معانا بقى مدام احلام. زيك يا سيدي. زي حضرتك. يا حبيبه قلبي، ده انت وحشاني وحشاني وحشاني. الله يخليك يا رب، حضرتك اللي وحشانا جدا. وحشاني واسره البرنامج وحشاني وكله. معلش ما كنتش موجوده يا سالي، بقالي 12 يوم. يا مدام احلام بتروحي فين يا مدام احلام؟ اقول لك. عايزين نعرف احنا بتروحي فين. هقول لك يا حبيبتي، والله والله مشغوله جدا كنت يعني. يا حبيبتي المهم بس بالخير وتكوني سعيده. نفسي اسمع صوتك. الله يا حبيبتي. الله يخليكي، احنا اللي بنستناكي والله. الله يخليكي يا حبيبتي، زيك وزي مامي وزي الاسره. الحمد لله، الحمد لله كويس. البرنامج الحلوه اللي وحشني كلكم والله. الله يخليكي يا رب. يا رب تكوني شفتي حلقه امبارح، حلقه المود الحلو اللي كان مودي فيها. مش 12 يوم يا سالي ما شفتش. تصوري بقى، فاتني 12 يوم. فاتك فاتني فعلا. يعني بس لا لازم هضطر طبعا لازم اشوفهم يعني ان شاء الله على اليوتيوب بقى، ولا ان شاء الله هنعيد حلقات. ان شاء الله ان شاء الله. تسلم ايديك يا حبيبتي، كباب الحله تحفه. كل الحاجات اللي انت عاملاها. الله يخليك. الله يخليك. انا هعمله كباب الحله ده، بس مش هاكله، مع ان انا احب الحمص قوي. وبصي اعمليه بالمشروم، اعملي مشروم وبصل وجزر وحطي بعد كده الحمص. برافو عليك يا سالي. صح. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. جميل بجد، وحشاني جدا جدا. الله يخليكي يا رب، نورتيلي الحلقه، نورتيلي الحلقه، ويا رب دايما نتحرم من صوتك ابدا. انت عارفه مدام احلام؟ لا متعرفهاش. دي ضيفه يعني، دي روحها جميل جدا، ضيفه الحلقه اللي دايما تتكلم كده في البرنامج وتسال علينا، صديقه البرنامج ودايما تتكلم في البرنامج ودايما تسال علينا. يعني بصي، يعني من غيرها كده الواحد يحس كده الاسبوع عدى كده ونقصه حاجه كبيره. نحط بقى بس واحده كده من الساور كريم في النص عشان نكسر اللون. ايه رايك؟ حلو. تسلم ايدك يا شاح. تقولي لي، عايزه تقولي حاجه قبل ما نختم؟ بحب حضرتك قوي، وساعات بتفرج على الحلقات. اتفرجت على حلقه امبارح وكانت جميله. يا حبيبتي عجبك فكره الموز اللي بالشوكولاته؟ اه. مش كنت تتكلمي عشان تضحكيني شويه في الحلقه؟ انا كنت مبوزه قوي. تعالوا نشوف بس الكيكه. بصوا هي ابتدت تنفش، بس هي طبعا الكيكه قدامها لسه 45 دقيقه على ما تاخد الايه العلو الصح وتبتدي بقى تاخد لون معانا. خلاص يا رب الحلقه تكون عجبتكم. وتحبي تقولي حاجه قبل ما نختم برضو؟ لا. اي حاجه نفسك في وصفه معينه بعملها؟ مش عارفه. لا ما فيش حاجه معينه. طب ايه رايك في التسريحه اللي اشرف عاملها لي ورا؟ بصي حلوه حلوه. اي عشان المشاهدين يشوفوها، قاعد يفنن لي كده. قبل ما اخش الحلقه تعالي بس اعمل لك حاجه، بس عمل لي الاختراع ده، بس هو ما بانش قوي النهارده يعني. انا بجد نورتيني جدا النهارده بجد، وعايزاكي بقى تعملي حاجه تبعتيها لي على البيج. خلاص اتفقنا؟ صور كده وتبعتيها. ماشي، يلا نقول باي باي مشاهدين. يلا باي باي.